السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بناتي أبنائي صف الأول للثانوي. طبعا احنا مع بعض ان شاء الله هنكمل المنهج بتاعنا، علشان ان شاء الله هكون معاكم وهكون سند ليكم، بحيث ان انتوا ان شاء الله هتكون المنهج نكمله مع بعض وتكونوا هاضمينه كويس وفاهمينه كويس عشان تقدروا تحلوا عليه اي سؤال، طبعا استنادا على اي طارئ، ان هو مثلا يبقى فيه امتحانات اونلاين، ان يبقى فيه اختبارات، يبقى فيه استدعاء ليكوا علشان تحلوا امتحان، او مثلا فترة اللي هو ان احنا الاجازة اللي انتوا واخدينها دي تطول او تقصر، احنا مع بعض ما تقلقوش، وانا سند ليكوا ان شاء الله بعد ربنا ان انا ان شاء الله هساعدكم. طبعا عايزة انصحكم ان احنا طبعا التجمعات نمنعها، الخروج من البيت المستمر نمنعه على قد ما نقدر، دايما تعقيم ودايما نحافظ على نفسنا، علشان احنا مش بنحافظ على نفسنا بس، احنا بنحافظ على نفسنا وعلى اخواتنا وعلى اسرتنا بالكامل. طبعا احنا اخدنا الصفات الوراثية، لما اخدنا الصفات الوراثية خدنا صفات مندلية وعرفنا ان هي بتتميز بالسيادة التامة، يعني جين سائد وجين متنحي. عرفنا ان مندل عمل اجيال، الجيل الاول والجيل الثاني، والنسب اذا كانت البداية نفس بداية مندل، لكن لو البداية مختلفة في الاباء فبالتالي النتائج بتبقى مختلفة في الاجيال اللي بعد كده. خدنا كمان الصفات اللامندلية، خدنا انعدام السيادة، وخدنا في انعدام السيادة ان مفيش جين بيسود على التاني ولكن بيكمل عمله في اظهار صفة ثالثة، وهي صفة وسط بين الصفتين، ومفيش جين كابيتال وجين سمول، ولكن كل واحد له شخصيته وله رمزه المتميز عنه. كمان لما جينا اتكلمنا على فصائل الدم تعرفنا عليها تفصيليا، وعرفنا الفصائل المعطيه والمستقبله، وعرفنا الار اتش السالب والار اتش الموجب، واتكلمنا على كل الصفات الوراثيه. هنتكلم النهارده عن صفه جديده وراثيه وهي لا مندليه ايضا. الصفه دي بتظهر لي في نبات اسمه بسله الزهور. نبات بسله الزهور الازهار بتاعته عباره عن عندها لونين، لون احمر ولون ابيض. اللونين دول لون سائد ولون متنحي، ولكن اللونين علشان يظهروا وبالذات اللون الصفة السائدة بنقول ان بيتحكم فيها، طول عمرنا عارفين من اول ما مندل قال لنا على الصفات الوراثية قال ان الصفة بيتحكم فيها عاملين، هنا لا، وجدوا في الصفة اللي احنا نتكلم عليها ومش هقول اسمها دلوقتي الا لما نكتشفه مع بعض، ان هنا بيتحكم في ظهور الصفات زوجين من العوامل، يعني اربع عوامل، والزوجين كل زوج متماثل مع التاني. ولما بنيجي نقول الزوج الاول بنقول AA، ولما بنيجي نقول الزوج التاني بنقول BB. ممكن يبقى كابيتال ممكن يبقى سمول. اذا كان كابيتال فبالتالي بيظهر صفه، واذا كان سمول بيظهر صفه. بس ما اقدرش اقول ان هو هنا زي الصفه السائده والصفه المتنحيه، ان في واحد كابيتال وواحد سمول، لا. لو وجدوا ان انا عندي الزوجين هو A وB بنقول ان لابد من وجود واحد من كل زوج يكون كابتن يكون سائد علشان يكمل عمل التاني في اظهار الصفة السائدة. يعني انا عندي التركيب الجيني للصفات في هذا النبات اللي هو بسلة الزهور والالوان بتاعته بتبقى AABB. لو انا هنا عايزة اظهر الصفة السائدة ولون الازهار الاحمر، وهنقول عرفوا ازاي انها الصفة السائدة، بنقول ان هي لابد ان يكون A كابتن و بي كابتل، يعني واحد من هنا كابتل واحد من هنا كابتل تظهر الصفة السائدة. اذا معنى ذلك جين الصفة السائدة عشان يظهر لازم الاثنين دول يكملوا بعض في اظهار الصفة السائدة، فلابد بقول ان الجينات بتكمل بعضها في عملها علشان تظهر الصفة السائدة اللي هي لون الازهار الاحمر، ولذلك بيطلق على هذه الجينات او الصفات بالصفات المتكاملة. ليه؟ لأنها بتعتمد على تكامل بين جين سائد من الزوج الأول مع جين سائد من الزوج الثاني فتظهر الصفة السائدة، يبقى على الأقل واحد سائد وواحد سائد، لكن ممكن يكونوا الاثنين والاثنين سائدين فتظهر الصفة السائدة، ممكن يكونوا اثنين وواحد سائد تظهر الصفة السائدة، فبالتالي هنا على الأقل لابد أن يكون واحد من كل زوج بالصفة السائدة أو جين السائد فتظهر الصفة السائدة ويلون الأزهار الأحمر. طب لو ما كانش موجود واحد او موجود واحد بس والتاني من اللي بيكمله مش موجود فتظهر الصفه المتنحيه. يبقى الصفه المتنحيه هنا بنقول ان هي لها خمس تراكيب جينيه. ايه هي؟
سمول ايه سمول بي سمول بي سمول، يبقى مفيش ولا واحد فيهم سائد، وبالتالي بتظهر الصفه المتنحيه، وده بقول عليه ابيض نقي. ليه؟ لان مفيهوش ولا واحد جين سائد. وممكن تظهر برضو الصفه المتنحيه ايه سمول ايه سمول بي كابيتال بي كابيتال. اذا هنا بي كابيتال مش لاقي اللي يكملها من الزوج الثاني كابيتال. طيب لو جينا اتكلمنا على صفه ثانيه البيضة دي او لون الازهار الابيض المتنحيه، بتظهر برضو تركيب ثاني ايه كابيتال ايه كابيتال بي سمول بي سمول. ممكن تظهر بتركيب ثالث ايه كابيتال ايه سمول بي سمول بي سمول. ممكن تظهر بتركيب اخير وهو الخامس اللي هو ايه سمول ايه سمول بي كابيتال بي سمول. اذا خمس تركيب جينيه لصفه اللون الابيض المتنحيه. طب صفه اللون الاحمر السائده، وجدوا ان انا عندي ايه كابيتال ايه كابيتال بي كابيتال بي كابيتال، يبقى كده موجود ايه كابيتال هنا وبي كابيتال هنا، يكملوا عمل بعضهم في اظهار صفه الجين السائد اللي هو اللون الاحمر. ايه كابيتال ايه سمول بي كابيتال بي سمول، يبقى في ايه كابيتال هنا وبي كابيتال هنا، يبقى يكملوا بعض. ايه كابيتال ايه كابيتال بي كابيتال بي سمول، يبقى هنا في ايه كابيتال وبي كابيتال فيكملوا بعض. ايه كابيتال ايه سمول بي كابيتال بي كابيتال، برضه هنا في جين من كل زوج سائد بيكمل عمل التاني. يبقى اربع تركيب جينيه للصفه السائده، خمس تركيب جينيه للصفه المتنحيه. جه هنا العلماء لما عملوا تجربه التهجين، هجنوا نبات بسله الزهور احمر نقي، يبقى ايه كابيتال ايه كابيتال بي كابيتال بي كابيتال، مع نبات بسله الزهور ابيض نقي، يبقى ايه سمول ايه سمول بي سمول بي سمول. يبقى الاباء حمراء وبيضاء نقيه. الاباء الحمراء هتطلع نوع واحد من الجاميتات اللي هي عباره عن اي كابيتال بي كابيتال، والاباء برضو هتطلع نوع واحد من الجاميتات البيضاء اللي هي اي سمول بي سمول. لما يجتمعوا يعملوا لي سلاله او فاميلي، الاولى بتبقى عباره عن اي كابيتال اي سمول بي كابيتال بي سمول. اذا في اي كابيتال وفي بي كابيتال يكملوا عمل بعض، فتبقى 100% طرز المظهريه حمراء، ولكن التركيب الجيني او طرز الجيني هجينه. ليه؟ لانها اي كابيتال سمول بي كابيتال بسمول، يبقى في جينات سائده وجينات متنحيه. هيهجنوا السلاله او الفاميلي الاولى مع بعضها اللي هي الحمراء الهجينه، فبالتالي هيشوفوا النسبه الناتجه. طبعا بنرجع تاني، بتفكرني بقانون مندل التوزيع اللي هو التوزيع الحر، كنا بنقول دول زوجين من الصفات بس دي صفه واحده، ولذلك هناك اختلاف بين مندل في القانون التاني وبين السياده او الجينات المتكامله في بسله الزهور. ازاي؟ هنا هيتكون لي زي مندل اربع انواع من الجاميتات، اي كابيتال مره مع بي كابيتال ومره مع بي سمول، وبي وهنا وايه سمول مره مع بي كابيتال ومره مع بي سمول. اربع جاميتات من الاب واربع جاميتات من الام، فبالتالي بيتم تهجينهم. اربعه في اربعه يعملوا 16 فرد. ال 16 فرد وجدوا ان هيبقى فيه تسع طرز مظهريه حمراء بتراكيب جينيه مش متشابهه، وسبع طرز مظهريه بيضاء بتراكيب جينيه مش متشابهه. إذا النسبة في الفاميلي رقم 2 في عائلة بسلة الزهور هتبقى 9 أحمر إلى 7 أبيض، إذا 9 سائد إلى 7 متنحي. طيب هل أنا ممكن أهجن أزهار بيضاء في بسلة الزهور وينتج لي كل السلالة حمراء؟ آه، في تركيبين اتنين بس في بسلة الزهور اللي ممكن ينتجوا 100% حمراء، مفيش ولا فرد أبيض زي آبائهم، مختلفين عن ابائهم، اللي هو اي كابيتال اي كابيتال بي سمول بي سمول مع اي سمول اي سمول بي كابيتال بي كابيتال. فبالتالي دول هيعملوا جميطه من نوع واحد اللي هو اي سمول بي كابيتال، وده هيعمل لي جميطه من نوع واحد اي كابيتال بي سمول. هيجتمعوا هيعملوا لي 100% ازهار حمراء هجينه اي كابيتال سمول بي كابيتال بي سمول. طب هل النسب بتاعت 9 ل 7 ثابته؟ لا. ليه؟ لانها بتتغير حسب الفرد الناتج. اهم حاجه بعرف ان انا عندي، ببص على التركيب الجيني لقيت جين سائد من هنا وجين سائد من هنا كملوا بعض ظهروا الصفه السائده. جين سائد من هنا حتى لو الاثنين سائدين والاثنين هنا متناحيين ما فيش اللي هيكملوا، لازم ايه تكملها بيه علشان يعمل الجين السائد وتظهر الصفه السائده. وده في بسله الزهور. نيجي بعد كده نتكلم على صفه ثانيه. زي ما انتم شايفين انا عامله لكم هنا ادي التراكيب الجينيه
الخمسة بتوع صفة اللون الأبيض المتنحي، وآدي التركيب الجينية الأربعة بتاعت الصفة السائدة للون الأحمر. هنا اتنين بس دول اللي هم الحالة التانية والحالة التالتة في التركيب الجيني هم بس اللي بينتجوا 100% أزهار بيضاء زي ما انتوا شايفين. وهنا زي ما انا قلت لكم ادي الافراد اتهجنت نقيه بيضاء مع نقيه حمراء، فبالتالي بينتجوا لي 100% افراد هجينه حمراء. هنا الجيل الثاني 9 احمر الى 7 بيضاء، وبنقول ان انا عندي الملحوظه اللي انا قلت لكم عليها ان الافراد البيضاء مع بعضها اللي هي الحاله الثانيه والحاله الثالثه بينتجوا لي 100% افراد حمراء. وكده يبقى احنا خدنا فكره عن الجينات المتكامله. ممكن يجيلي الجدول باختلافات ويجيلي الافراد، طالما انا عندي الاساس وفاهم كويس قوي ايه هو الموضوع وايه الفكره بقدر احل اي سؤال او اي تساؤل بيجي. وطبعا زي ما انتم عارفين ساعات بيجي لنا في اسئله في الكتاب بيجيب لنا جدول ويجيب لنا مثلا الطرز المظهريه ويجيب لنا هنا مثلا جاميطات الفرد ده او جاميطه واحده منه. طب انا اطلع المجهول ازاي؟ بطرح الجاميطات من التركيب اللي عندي او من الفرد اللي عندي تركيبه جيني، الفرق ده هو الجزء الفاقد او التكمله بتاعتي، وبيبقى سائل كاني بطرح بشيل ده مع ده وخصم ده مع ده اللي يبقى هو ده الطرز الجيني بتاع الجميطه بتاعتي المجهوله او الفرد المجهول، وبالتالي انا هنا عرفت ازاي اعرف جينات متكامله. هل الصفات الوراثيه بتتوقف عند كده؟ لا، قال ان في جينات تانية بتظهر غريبه. ايه الجينات اللي بتظهر غريبه؟ اللي بيظهر غريب ان في جينات بتموت. يعني ايه بتموت؟ ان وجود الجين ده في الفرد ده بيؤدي الى توقف بعض العمليات الحيويه الضروريه لاستمرار حياته، فلما تتوقف او تتعطل اذا معنى ذلك انا بحكم عليه بالموت. طب امتى بيحصل تاثير هذه الجينات؟ يعني ممكن يكون في جسم جين مميت بيموت بيعطل العمليات الحيويه لكن مش ظاهر مش مؤثر. ايه السبب؟ ان هو مش موجود في جسمي بصوره نقيه. اذا كان موجود بصوره نقيه يعني الصفه زي نرجع تاني المندل بتظهر بعاملين الاساس اللي عمله، لو العاملين دول الاثنين زي بعض ممكن يؤدي الى الموت. طب هل العاملين دول او الجين ده سائد ولا متنحي؟ في بعض الافراد بيبقى جينات مميته سائده وبعض الافراد التانيه بيبقى جينات مميته متنحيه. اذا هنا هنتكلم على نوع جديد من الجينات اسمها الجينات المميته. الجينات المميته عشان تموت الفرد يعني تعطل بعض العمليات الحيويه الضروريه لاستمرار حياته. ازاي تحصل ده او تاثيرها يظهر امتى؟ في الافراد النقيه. طب هي جينات مميته متنحيه؟ لا. هل سائده؟ لا. امال ايه؟ ده هي نوعين، في جينات مميته سائده وفي جينات مميته متنحيه. لو احنا اتكلمنا على كل نوع عشان ناخد مثال عليه، لكن ممكن يطبق على اي حاجة تانية. ممكن يجي لي اي سؤال تاني ويقول لي ان ده جين مميت، انا فاهم وعارف ازاي بيمشي الاسئلة او المعلومة او المسألة، وبالتالي انا بقدر استنتج الاجابة وما بيتوهش ولا بتعطلش عن اجابة السؤال. لو جينا اتكلمنا على الجينات المميتة السائدة، الجينات المميتة السائدة بقول ان انا عندي فيه مثالين. أول مثال هو عبارة عن مثال موجود في الفئران، وجدوا إن الفئران عندها لونين، لون مميت وهو اللون الأصفر، وفي نفس الوقت ممكن يكون حياة، يعني ممكن أنا ألاقي فار أصفر لكن اللون الأصفر ده جينه مميت. إمتى يبقى مميت؟ إذا اجتمع بصورة نقية وهو جين سائد. يعني لو قلت مثلا أصفر يعني يلو، فإذا هنا بقول واي كابتل واي كابتل يبقى ميت، مفيش فار على وجه الحياة وهو واي كابتل واي كابتل، لأن معنى كده إن الجينين هنا اجتمعوا في فرد بقى أصبح نقي، فبالتالي أدى لتعطيل عمليات الحياة ويموت الفار. بيموت إمتى؟ بيموت يا إما في رحم الأم يعني بيحصل لها إيجاد، أو بيموت في أي مرحلة من مراحل النمو بتاعته أثناء نموه. فهنا بقول إن أنا عندي لون الفئران الأصفر ده جينات مميتة، وبنقول عند تواجدها في الفرد بصورة نقية. طيب أمال في فئران صفراء عايشة إزاي؟ ده أنا بشوف فئران صفراء، أيوه بشوفها، دي هجينة وأنا عندي الجين سائد، فلذلك هنا لما يبقى واي كابتل واي سمول الفرد ده أصفر وعايش. ليه؟ لأن مفيش واي كابتل تاني تخلي الجين يموت أو يعطل عملياته الحيوية. عند تهجين فئران صفراء
طالما قلت كده من غير ما اقول لك، انت عارف التركيب الجيني بتاعه. هو صحيح طول ذو المظهر اصفر، ولكن تركيبه الجيني واي كابيتال واي سمول هجين، فبالتالي الافراد واي كابيتال واي سمول بتتهجن مع واي كابيتال واي سمول. ده هيعمل لي نوعين من الجاميتات وده هيعمل لي نوعين من الجاميتات، واي كابيتال واي سمول 2 في 2 يديني 4 افراد مختلفه في التركيب الجيني. وجدوا ان الجيل الناتج واي كابيتال واي كابيتال، ده الفرد الاول، التركيب الجيني للفردين اللي بعد كده واي كابيتال واي سمول، والفرد الرابع هيبقى واي سمول واي سمول، وده الصفه المتنحيه اللي هو اللون الرمادي. طب الفرد اللي هو واي كابيتال واي كابيتال موجود؟ لا، ده مات. فلذلك انا لما باجي احسب النسبه دلوقتي متقسمه على 4 افراد، فاذا هنا بقول ان 25% من النسل الناتج يموت. يموت ليه؟ لان اجتمع فيه جين مميت سائد اللي هو واي كابيتال واي كابيتال، اللي هو جين اللون الاصفر، عطل له عمليه الحيويه فادى الى موته ومات في اي مرحله من مراحل نموه او في رحم الام. طيب كام فرد هنا بيبقى لونه اصفر؟ بيبقى عباره عن فردين، يعني معنى ذلك 2 من 4، يعني 50% افراد صفراء هجينه. طب كام فرد بيحمل الصفه المتنحيه اللي هي اللون الرمادي، اللي هو عباره عن 1 من 4، يعني ربع النسل، يعني 25%. يبقى لو جاب لي مثلا انا عندي دلوقتي نتج 100 فار، ال 100 فار دول هيبقى نسبتهم قد ايه عايش؟ هيبقى النسبه بتاعتهم 75 فار عايش. ليه؟ لان 25 ماتوا. طيب كام واحد رمادي؟ يبقى 25 فرد رمادي حسب انا بحسبها بضرب فيه 4 او الربع، يبقى انا عرفت ان هو ده بالنسبه لي الفئران واقدر اطلع العدد مهما كان السؤال. طب لو كانت فئران صفراء اتهجنت مع رماديه، كام فار هيعيش؟ هنقول 100% يعيشوا. ليه 100% يعيشوا؟ لان الواي كابيتال اللي عند الفار الاصفر ما لقيتش واي كابيتال عند الفار الرمادي، فبالتالي ما اجتمعش جينين مميتين، ف 100% الافراد كلها تعيش، مفيش حد هيموت. طب كام واحد بنقول ان هو بيبقى لونه اصفر؟ هيبقى نص العدد اصفر ونص العدد رمادي، لان واي كابيتال تتحد مع واي سمول المرتين، فبالتالي نص العدد، والواي سمول مع واي سمول يديني نص العدد. اذا انا عندي هنا بقدر استنتج من المعلومات اللي عندي ومن التراكيب الجينيه ببساطه وسهوله. طب لو جينا اتكلمنا على المثال الاخر لجينات مميته سائده، اللي هو بنقول عليها سلاله البول دوج في الابقار، وده بيبقى جين بيخلي راس البقرة يشبه الكلب، اللي هو سلالة من الكلاب اسمها البولدوج. طب برضو جين ده سائد؟ برضو لما يتواجد بصورة سائدة نقية في الفرد بيؤدي لموته. لو هو بنقول ان هو هجين، فبالتالي بتظهر الصفة ولكن لا يموت. طب نيجي نتكلم على جينات المميتة المتنحية. ربنا سبحانه وتعالى دايما بيحط رحمة من عنده، الرحمة دي بتظهر في الظهور بتاعة الصفات الوراثية. ازاي؟ وجدوا ان في جين مميت في الانسان موجود بس بصورة متنحية، ده ليه؟ عشان نسبة ظهوره تبقى قليلة، فبالتالي بنقول ان هو اسمه العته الطفولي. العته الطفولي جين مميت متنحي في الانسان، فبالتالي الاطفال اللي بيجتمع فيها الجينين المتنحيين بتوع المرض من الاب ومن الام، اللي مش ظاهر فيهم اي مرض وهم اشخاص عاديه، بيموت في رحم الام. طب في مثال تاني، جين غياب الكلوروفيل. يعني ايه جين غياب الكلوروفيل؟ انا لما يكون النبات ما فيهوش كلوروفيل بحكم عليه بالموت. ليه؟ ما فيش كلوروفيل، اذا ما فيش بناء ضوئي، اذا ما فيش تكوين غذاء، فالنبات بيدبل ويموت. إذا أنا حكمت عليه بالموت، توقفت عملية حيوية في النبات هي عملية البناء الضوئي. إذا هنا بتؤدي لتعطيلها فتؤدي لموتها. الجين ده برضه من رحمة ربنا، لأن النبات بيعتمد عليه الإنسان والحيوان في حياته، هو جين متنحي. فلو نبات أخضر هجين ونبات أخضر تاني هجين، اتهجنوا مع بعض، يبقى سي كابيتال سي سمول مع سي كابيتال سي سمول، هيطلع لي هنا نوعين من الجاميتات سي كابيتال وسي سمول، وهنا نوعين 2 في 2 يطلعوا 4 افراد. الاربع افراد هتبقى تراكيبها الجينيه سي كابيتال سي كابيتال، واثنين منهم سي كابيتال سي سمول، والاخير هيموت ويدبل اللي هو سي سمول سي سمول، لان هنا اجتمع فيه جين غياب الكلوروفيل. يبقى اللي بيموت برضو ربع النسل، اللي بيعيش 3/4 النسل. طيب هل كله اخضر؟ ثلاثة ارباع اخضر. طب هل كله هنا بيبقى نفس التركيب الجينية؟ لا، ده واحد بيبقى نقي واثنين بيبقى هجين. ده بالنسبة لي.
طب لما جم يبصوا على العوامل البيئيه المؤثره، وجدوا ان انا عندي الجينات المحموله على الدي ان ايه اللي محمول على الكروموسوم تتاثر بالعوامل البيئيه. لو انا جيت زرعت زرعه في مكان جنب مصنع، المصنع ده عمال يطلع ابخره وملوثات في الهواء، بيزود نسبة ثاني أكسيد الكربون، بيقلل نسبة الأكسجين، بيزود الملوثات، بلاقي النبات بيموت. إيه السبب؟ لأن الجين بيحتاج عوامل بيئية مساعدة علشان يقوم بدوره، يقوم بدوره في التفاعلات اللي بتحدث داخل جسم النبات أو خلاياه علشان يظهر الصفة الوراثية بتاعته، فيخلي الجين يشتغل. جين الكلوروفيل من ضمن الجينات اللي بتحتاج إلى عوامل بيئية مساعدة. من ضمن العوامل البيئيه اللي بيحتاجها جين الكلوروفيل الضوء. لو زرعت نبات نفس نوع النبات بنفس حجم النبات، بادره نبات صغيره، ما بجيبش نبات كبير وازرعه لان الزرع خلاص وكبر، لكن انا بجيب بادره نبات محتاج ان هو ينمو وبالتالي بتنقسم فيه الخلايا، فبجيبه بجيب بادرتين بنفس الشكل بنفس النوع من نبات الضرب، بحطهم واحد بحطه في الضلمه واحد بحطه في النور. إذا ده معرض للضوء وخد العامل البيئي الملائم لقيامه بعملياته الحيوية وقيام الجين بدوره، وبحط تاني واحد تاني في ظلام. بلاحظ إن النبات اللي في الضوء بينمو وبيقوم بالبناء الضوئي وبالتالي بيكتمل نموه. هنا بقى النبات المزروع في الظلام الجين بتاعه عايز يكون كلوروفيل، ما بيعرفش يكون كلوروفيل، فالنبات يصفر يعني ما يقومش بعملية بناء ضوئي فيتبل ويموت. إذن العوامل البيئية تؤثر في عمل الجينات، وده دليل قاطع في الموضوع ده. هل بس العوامل البيئية دي الضوء الملوثات بس؟ ممكن تعرض الإشعاع، ممكن مية ملوثة، أنا بزرع بسقيه مية ملوثة، كل دي توقف عمل الجينات. إذن هنا خدنا معلومة جديدة إن الجينات بتعمل في عوامل بيئية مناسبة، بتحتاج لعوامل بيئية مناسبة لإنها تقوم بتفاعلاتها الداخلية داخل النبات علشان تقوم بوظيفتها في إظهار الصفات اللي بتساعدها في إتمام العمليات الحيوية. يبقى إحنا كده خلصنا الصفات الوراثية المتكاملة والجينات المميتة. لو جينا اتكلمنا على درس تاني وهو بيكلمني على الكروموسومات، هو الكروموسومات مهمة؟ طب الكروموسومات دي بتحمل الصفات الوراثية، طب الصفات الوراثية بتاعتنا صفات نوع واحد؟ لا، ده في صفات موجودة في الذكر والأنثى متماثلة فهي بتبقى محمولة على كروموسومات جسدية، وفي صفات بتميز الذكر عن الأنثى ودي محمولة على صفات جنسية. وكمان الصفات هنا الكروموسومات الجنسية، ممكن كمان الكروموسومات الجنسية تشيل صفات تانية؟ ممكن تشيل صفات تانية. وده بيظهر لي حالات كروموسومية عديدة بنقول عليها اللي هو الصفات الوراثية المرتبطة بالجنس أو جنس الكائن الحي. بس احنا عايزين نعرف حاجة مهمة قبل ما نتكلم على الموضوع ده. زي ما احنا عارفين بنقول ان عندنا هنا ان الجنس أو نوع المولود طول عمرنا يقولك ايه ده الست هي اللي بتحدد نوع الجنين، هي اللي بتجيب البنات ويقولك دي بتجيب بنات ودي بتجيب صبيان، مفيش حاجه الكلام ده. الكلام ده ليس له اساس علمي. لما جينا اتكلمنا في بدايه كلامنا على الكروموسومات قلنا الكروموسومات الجسديه في الذكر والانثى متماثله، اللي هي اثنين في الانسان 22 زوج يعني 44. بالنسبه للكروموسومات الجنسيه في الرجل بتبقى اكس واي، في الانثى بتبقى اكس اكس. فهنا لو بصينا على الحيوانات المنوية الناتجة من الأب هنلاقي الحيوانات المنوية الناتجة من الأب بتبقى عبارة عن 22 زائد X، ونوع تاني من الحيوانات المنوية 22 زائد Y، أما البويضات نوع واحد اللي هي 22 زائد X. إذا اتحدت أو حصل إخصاب للحيوان المنوي اللي فيه Y مع البويضة اللي فيها X هيديني 22 زوج زائد XY ويديني ولد. إذا ربنا أراد إن يحصل إخصاب للحيوانات المنوية اللي فيها إكس مع البويضة اللي فيها إكس هيديني 22 زوج زائد إكس إكس، وبالتالي المولود هيكون بنت. إذن المحدد للجنس هو الرجل وليست المرأة، لأن الرجل عنده نوعين من الحيوانات المنوية، عنده إكس وعنده واي. فحسب إرادة الله سبحانه وتعالى هو اللي بيخلي الحيوان المنوي واي أو الحيوان المنوي إكس هو اللي بيلقح البويضة فينتج الولد والبنت. طيب هنا بنقول كان في عادات قديمه يقول لك ايه ده الست ده احنا ممكن قوي الستات الكبار في السن عندهم خبرات، ايه الخبرات دي؟ يقول لك ايه ده دي حامل في ولد دي حامل في بنت. طب بيعرفوا منين؟ وجدوا العلماء ان في اساس علمي للكلام ده. ايه هو؟ ان وجدوا الكروموسوم واي بينشط بعد الحمل بست اسابيع،
فاذا هو بينشط بدري اكتر سرعه من نشاط الكروموسوم اكس اللي بينشط في الضعف، بضرب 6 في 2 12 اسبوع. يبقى انا عندي نشاط الكروموسوم واي يعني قيامه بدوره في اظهار او نمو المناسل المذكره والجهاز التناسلي ومظاهر الذكوره، ده بيبقى في الاسبوع السادس، يبتدي نشاطه في الاسبوع السادس يعني بعد شهر ونص من الحمل. اما الكروموسوم اكس بيكون مناسل الانثويه وجهاز التناسل الانثوي بعد 12 اسبوع، يعني تقريبا في بدايته من اول الشهر الثالث من الحمل. ولذلك ساعات يقول لك ايه الحامل في الولد بيتحرك اكتر، يعني تشبيهات بس هي لها مغزى علمي. ان واي ينشط في بدايه الاسبوع السادس من الحمل، اكس ينشط في بدايه الاسبوع ال 12 من الحمل. وكده يبقى احنا عرفنا المحدد للجنس وعرفنا امتى بينشط الجينات او الكروموسومات المحموله على واي وعلى اكس اللي هي بتحدد نوع الجنس. والسلام عليكم ورحمة الله.